أحسن الله إليكم. تقول في سؤال لها: هل ورد صيام شهر محرم كاملا؟ نعم، لأن شهر محرم من الأشهر الحرم، فيستحب صيامه كاملا لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. يستحب صيامه كاملا، ويتأكد صيام يوم عاشوراء منه وصوم يوم قبله أو يوم بعده. نعم.